أخواتي إخواني، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية يشرفني ويسعدني أن أبلغكم تحية إخوتكم في حزب الشورى والاستقلال، متمنيا لمؤتمركم هذا النجاح والتوفيق. وبالمناسبة أريد أن أهنئ الأخ الأمين العام سي محمد إدريسي الذي تربطنا به صداقة وكذلك معرفة جيدا عن وفائه وإخلاصه وتشبته بالشعار الله الوطن الملك. أريد أن أقول لكم واحد القضية. كثير من الناس يعتقدون بأن تجيه وفود مثلا كثير هذا هو المؤتمر. لا، تنقول لكم كمشة ديال النحل حسن من شواري ديال الدبان. وبالمناسبة تنعرف بأننا كلنا متشبتين بأننا نناضل من أجل وحدة التراب. راه لا يمكن فينا أي أحد، يمكننا نختلفوا في الآراء ونختلفوا في المواقف وفي الشعارات، لكن كاين إجماع أمة حول الصحراء مغربية وستبقى مغربية. وشعاركم اليوم في هذا المؤتمر جميعا من أجل مغرب متماسك ومتضامن. نحن متماسكون ومتضامن طبعا، ونؤيد المواقف الجريئة لجلالة الملك محمد السادس رحمه الله حول القدس الشريف التي ستبقى وستظل دائما العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. ونقول بالمناسبة بأن ما قام به الرئيس الأمريكي والقرار المشؤوم فهو مردود عليه، بأن أننا دائما لنا مواقف موحدة حول الإسلام. ما يمكنش واحد يمكن يشوف بأن الإسلام تقدر. الحمد لله هذه المسيرة المليونية التي كنا جميعا أخ دريسي والأخ باني والإخوان كان لنا مواقف شجاعة، وعبرنا من وراء جلالة الملك الذي كان الأول من قال بأن ذاك القرار المشؤوم بأنه قرار ظالم للرئيس الأمريكي. وكانت رسالة الجوابية للسيد الرئيس الأمريكي، والحمد لله هذا يشرفنا. عندنا ملك قوي، عندنا ملك جري، عندنا ملك أنه استطاع الحمد لله أن يحقق وسيحقق إن شاء الله بكل ما نتمناه. وأريد أن أختتم هذه الكلمة وأقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين. صدق الله العظيم. السلام عليكم.